فكرته عباره عن ايه؟ في حاجتين، فكره الضغط النفسي. انت المكان ده انت كتير كبني ادم بتتحط في مواقف بيبقى نفسك تطلع الشحنه اللي جواك. في خلاف بقى حصل مع زمايلك في البيت، مع حد من صحابك، ايا كان، بيبقى في كده طاقه انت نفسك تخرجها من جواك، بس في حاجات كتير قوي بتمنعك انك تطلع الطاقه اللي جواك دي، وهي نظره المجتمع والكونسيكونسز طبعا وحاجات كتير. فالمكان ده بيفيد قصه ان انت بيبقى في مساحه انك تطلع الشحنه اللي جواك. من الناحيه الترفيهيه كبني ادم برضو بنلاقي متعه انك تكسر حاجه، يعني طبعا كتير قوي هيجادلوا في نقطه ازاي اكسر حاجه والاقي فيها متعه. البني ادم بطبع هو بيطلع الحاجه دي من وهو صغير بطريقه مختلفه، يعني وانت ماشي في الشارع مثلا، نفترض ماشي بتشوف في طوب قاعد على البحر، لو اول مره تشوف بحر بتمسك حاجه تحدفها في البحر، الكلام ده بنعمل ايه بقى هنا في انليش؟ انت بتيجي عادي المكان بتختار باكج من 4 باكجز، تمام؟ الباكجز دي بتبقى شامله منتجات من المنتجات الموجوده عندي في الديسبلاي. بنخش بقى مع بعض بعد ما بنختار الباكج، بنلبس فول بودي ارمر وير اسايند ذا تشامبر، بنخش الاوضه الغرفه بتاعتنا بنلاقي الباكج بتاعنا مستنينا، وطبعا الويبنز مستنيانا. حط الحاجه على البرميل، كاميرا مراقباك علشان ابقى فاهم برضه بتعملوا ايه، ومحدش بيقول لك انت بتعمل ايه، كسر كل حاجه. احنا كشباب الاكتر يعني كتارجت بيترددوا اصلا مكان الترفيه ده ان هو يروح يغير جو كده، زينا من قعده الكافيهات وزينا من قعده الشارع، محتاجين برضو مكان نعمل فيه اكتيفيتي واكسبيرينس بالنسبه لي جديد. بنخش نلبس الارمر بتاعنا، الارمر اهو عندنا جاكيت، ده بيبقى البروتكشن بتاعك، تمام؟ بيتزم طبعا ويتقفل على اي حاجه. عندي البروتكشن بتاعي في الكوع في الكتف، عندي طبعا الظهر كله بروتكتد، ده من ناحيه الارمر اللي احنا بنلبسه. عندنا الجوانت بتاعنا، وده طبعا هيفي ديوتي كونستراكشن علشان برضه يحميك، ويبقى الوش بتاعه فيه رابر علشان لو اي حاجه صدام ولا اي حاجه بيمتص الصدام. وطبعا عندنا الخوذه، الخوذة بتاعتنا، تمام؟ في فات لكل الناس طبعا، والماسك بتاعي طبعا ما بيتقفل، بيمنع اي حاجه، وتمش جلاس علشان ما يتكسرش ويبقى بلاستيك مفروغ. الفيدباكس اللي بتجي لي فوق ما انا كنت انا متخيل، لان فعلا بيبقى في راحه نفسيه فوق ما اي حد كان يتخيل. عندي نوعين ازاز، عندي 3 انواع فخار، اولى هو الفخار اللي هي فوانيس، وعندي زيار، وعندي كراسي خشب، وطبعا بشتغل في الكمبيوترز والتي فيز، تمام؟ الحاجات دي بقى بتبقى انا عامل باكجز كاستمايزد علشان تليق بكل الناس. عندي اول باكج بيبقى اسمه سوسايد، سوسايد وهوميسايد عامه كتو باكجز بيتارجتوا شخص واحد، شخص واحد بيخش الغرفه، ده بيبقى فيه 6 منتجات وده بيبقى فيه 8 منتجات. اول باكج بيبقى 150 للشخص، وتاني باكج بيبقى 200 للشخص. طبعا كل الباكجز عندي فول اكسس للويبنز كلها. عندي باكجز واللي هي البست سيلرز بتوعي في ظرف الشهر اللي فات، عندي جينوسايد وتشاك نورس، دول بيتارجتوا 2 بيبل، 2 بيخشوا مع بعض الاوضه، ده بيبقى شامل 14 منتج، وتشاك نورس ده اللي بيبقى فيه كل حاجه، والباكج الوحيد اللي فيه تي في ده بيبقى فيه 16 برودكت. والتو باكجز دول انكلود الفيديو، طبعا دي حاجه كل الناس بتبقى عايزاها ان هو الفيديو بتاعهم يبقى موجود او ياخدوه بعد كده ان هم يتفرجوا كانوا بيعملوا ايه. الباكج جينوسايد بيبقى ب 300 والتشاك نورز بيبقى ب 400. في ناس كتير قوي ممكن تقول المكان ده بيتارجت عنف او انت بتخش انك تكسر والكلام ده، انا طبعا ضد الفكر ده تماما، وحاجه حطيتها في الاعتبار وعملت دراسه عليها تامه علشان اي حد لو جه اعترض على النقطه دي اعرف ان انا اتكلم معاه. ابسط مثال ان انا اقدر اديه الفنون القتاليه، انت دلوقتي بتتعلم تايكوندو مفترض او كاراتيه او ايا كان الفن اللي هو القتالي اللي انت بتتعلمه، البروسيس بتاع نفسه انك بتوقف بني ادم قدامك وبيقول لك اضربه مثلا، بس انت بتطلع بالنتيجه ايه؟ انك بتدافع عن نفسك. نفس الكلام ممكن نربطه بفكر هنا، انت البروسيس نفسه ايه؟ انك بتمسك سلاح وبتكسر كمبيوتر او بتكسر تلفزيون، بس ايه اللي انت بتطلعه من الاكسبيرينس ده؟ راحه نفسيه، ريجن بيس، الكلام كله اللي احنا بنستخدمه، وفي نفس الوقت هو ترفيهي.